In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. طلاب المحاضرة الثانية اللي تتعلق بيونت 1 بالفصل الأول أو الموتشل نمبر 1 إن أنا عندنا طريقة كتابة استمارة application. استمارة إن أنا ينطي إحصائية للمكان مثلا أو الأشياء اللي هم يريدون معرفتها من خلال اللي يأتون إلها أو من خلال اللي يطلبون هذا الشيء. فهنا عندنا بالنسبة لمدرسة هنا زاد عدد الطلاب أو عدد المنتسبين إلها أو عدد المسجلين بها، فرادوا يعرفون أو رادوا يطورون من الأشياء اللي موجودة بهاي المدرسة أو هذا المعهد. فهنا سووا استمارة لكل شخص اللي هو يجي أو يرغب بدراسة بها، وهنا كتبوا بالأخير سبب الانتماء لهاي المدرسة أو هذا المعهد حتى يعرفون أو يستبينون أو ينطون فد حصيلة أو يعرفون شنو هي المحاسن اللي بها هذا المعهد أو هاي المدرسة حتى يطوروها وشنو إذا أكو مساوئ بها. فهنا واحدة من الاستمارات أو الابليكيشن اللي هاي المدرسة أو هذا المعهد طلبوها، نظموا هذا الابليكيشن حسب هم اللي يردون الشغلات اللي يردوها من الطالب أو الإنسان اللي يجي هنا. فهنا يقول مطيهم هاي الاستمارة اللي هي موجودة بالكتاب نفس النموذج. فهذا المثال هنا راح نشرحه وراح نبدي نحل حسب احنا اللي موجود ببلدنا أو حسب الترتيب اللي احنا عندنا بلدنا. فهنا أول شيء طالبين من عندهم surname. surname يعني هنا اللقب. اللقب هنا كاتبين السوداني. فهنا اللقب أي لقب، اللقب مالتك تقدر تسبقه بال وهنا تكتب اللقب. اللقب هنا إذا اسم هنا ما ملزم بأحرف معينة، حسب لفظك للقب تكتبه. الفور نيمز هنا يعني بمعنى الاسم الأولي اللي هو اسمك، فهنا تكتب اسمك بالكابيتال لتر. نجي هنا الحقل اللي تحته اللي هو DOB هنا اختصار للديت اوف، ديت يعني تاريخ، اوف حرف الجر، البي يعني بيرث يعني تاريخ ولادتك. تاريخ ولادتك هنا حاطين ورا المربع كاتبين DDMMYY. هنا DD يعني هنا دائما الحرف DD يعني بمعنى اليوم اللي متكون من رقمين. إذا الرقم متكون من رقم واحد هنا تسبقه بزيرو، السبقه بزيرو. فهنا 02 يعني رقم 2 يعني تاريخ ميلادك يوم 2. MM مثلا هنا تاريخ الشهر الثالث، السبقه بصفر، 03 يعني الشهر الثالث. ما تقول 30 لانه راح يصير 30، احنا ما عندنا شهر 30. فهنا تقول 03. YY هنا السنه يعني تكتبها كامله. بالنسبة هنا للأدرس، الأدرس هنا العنوان وراء الحقل كاتب لك ستريت يعني أريدنا الستريت الشارع. هنا بالنسبة للعراق يختلف كل دولة إلها نظامها بتحديد يعني تحديد الشارع. يعني أكو بعض إحنا بالنسبة إن عندنا زقاق ومحلة وبعدين رقم الشارع اسم الشارع. هنا عندهم بوكس بريد، كل بيت الى عنده بريد صندوق، كل صندوق الى عنوان. فهنا يختلف عنك تماما. فهذا بالنسبة للدولة، دولة هنا دولة شلون ترتيبها. بالنسبة ان احنا عندنا زقاق ومحلة ارقام وراها الشارع ستريت. هسه راح نوضحها بالنموذج اللي حلينا. بالنسبة للحقل اللي بعده هنا كاتبين سيتي، ورا الحقل كاتبين سيتي يعني أريد المدينة، هنا كاتبها بغداد. بالنسبة للحقل اللي ورا بوست كود، بوست كود هنا يعني رمز البريد اللي هو ساقت لكم يا رمز البريد. احنا ما ملزمين بانه عندنا بريد الكتروني او بريد اذا عندنا فد شيء يرسلنا من الخارج. فهنا اذا ما عندك تشطب عليه او تحط عليه شارحة.
بالنسبة للحقل الثاني اللي هو الكونتري، كونتري يعني البلد اللي هو العراق. الحقل الثالث اللي وراه اللي هو الفون نمبر يعني رقمك، فيريد هنا ورا الحقل كاتب لك كود، كونتري كود نمبر يعني رقم الرمز البلد. فهنا احنا بالنسبة للعراق 964، فتضيف تحذف الصفر مالت الرقم وتضيف التكملة مالته 964781 أو 2 أو كذا وتكمل الرقم. هنا أنا الإيميل أدرس، هنا أنا الإيميل أدرس اللي هو الإيميل جيميل أو ياهو أو أي بريد إلكتروني. هنا أنا إحنا تقريبا كل صار عندنا، لأنه إحنا خاصة نساب بهذا الزمن زمن الكوفيد قمنا نستخدم الجيميل على مود يرسلونا بريد أو يرسلونا المادة أو اليوتيوب حتى نعرف اليوتيوب. فهنا أنا كل هذا بي جيميل، فراح يصير عندك هنا أنا موقع جيميل أو إيميل أو ياهو. فهنا أنا هذا تكتبه تماما حسب اللي أنت عليه من مسجل أي موقع تكتبه، أو اختياريا يعني مو إلا نفسه ضبط، وإنما كشكل أهم شي بي الآت، هاي الآت، وهنا أنا اللي وراها دوت كوم أو دوت كيو أو روكيت دوت ميل. فهنا أنا حسب الموقع اللي أنت حافظه، المهم يكون موقع مرتب. نجي لأهم فقرة اللي هو يريدها، اللي يريد يعرف أو يقيم مستوى المعهد أو المدرسة، اللي هو يقول Why are you interested in our school؟ ليش أنت مهتم بمدرستنا؟ فهنا أنا بالنسبة للنموذج اللي موجود بالكتاب، هنا أنا مطيك يقول I would like to go on a summer program، هنا أنا دورة تأهيلية مو دوام رسمي. فيقول هنا أنا أرغب بأنه أنتمي أو أستمر بالنظام أو برنامج الصيفي مالت مدرستكم to improve. Improve يعني لتحسين أو تقوية my English، لتقوية الإنجليزية مالتي. English يعني الإنجليش لانجوج. I'm interested in your school. I'm interested يعني أنا مهتم بمدرستكم، يعني أنا إجيت لمدرستكم. Because you offer، لأنه أنتم offer تعرضون أو تقدمون English classes، صفوف إنجليزية للغة الإنجليزية at many levels، يعني لعدة مستويات، يعني هنا دورات تقوية بمعنى أنه من الصفر للإحتراف بالإنجليزية بعدة مستويات. I also، يقول مو بس هاي، I also think، أنا أعتقد أيضا، I would like to be، أنه أني أرغب بالجاية لكم، to be in the country، لأكون موجود متواجد بالدولة، and to have an opportunity to do sports، وأيضا أنه عندي فرصة بأنه أعمل رياضة، يعني بمعنى أنه عندهم صف ثاني للرياضة. فلهذا راح يجمع كل الأشياء بنفس هاي المدرسة وراح ينمي الهواية مالته. هاي بالنسبة للكتاب الموجود بيه. بالنسبة للي احنا راح نكتبه، النموذج اللي احنا راح نكتبه، البداية هنا أنا حسب انت اللي انت تريده، ما ملزم بانه تكتب نفس هذا الكتاب اللي هو بين تحت المستطيل. فهنا أنا السير نيم، هنا أنا اعطيتكم الشريفي، انت تقدر تقول الاسدي، الجبوري، اي لقب. فور نيمز، هنا أنا اسمك، انا كتبت احمد. GOP، هنا أنا تاريخ الولادة، هنا أنا تكتب التاريخ، هنا أنا ما حطيت صفر، المفروض أكتب 05 يعني إذا أريدها، أو إذا مثلا تاريخ ميلادي 15 فما يحتاج صفر. فهنا أنا إذا رقم واحد لازم أسبقها بصفر، 05 يعني 5، لأنه هو قايل لك DD يعني الرقم أقل شيء برقمين، إذا هو متكون من رقم فضيف صفر على مديمتي للمكان. الشهر همات، إذا رقم واحد اكتب قبله صفر حتى يصير الشهر السادس، وتاريخ الميلاد السنة اكتب YY. فهنا أنا راح يكون أول شيء يبدأ بيوم، بعدين شهر، بعدين سنة. نجي للأدرس، هنا أنا تقدر تكتب زقاق ومحلة ترتبه،
أنا كتبت لكم إياه مثل هذا الترتيب. وكندا ستريت، هنا أنا الشارع شو اسمه أنا كتبت كندا، تقدر تكتب الأمير، تقدر تكتب سعد، تقدر تكتب مثلا متنبي ستريت، شارع المتنبي، أي شارع، ولكن الستريت كنت تكتبه لأنه هو قايل لك أريد أن الستريت. نجي هنا أنا للسيتي، المدينة اللي هي النجف. البوست كود، أنا ما عندي بوست كود، ما عندي بريد، إذا أنت عندك بريد فأكتبه. بالنسبة للكونتري، البلد اللي هو العراق. بالنسبة للفون نمبر، قلنا أول شيء نكتب الكود اللي هو 964، وراها نحذف الصفر، وراها نكتب الرقم الخيالي أو رقمك أنت المتكون من 10 أرقام، لأنه الصفر راح نحذفه فراح يصير 10 أرقام. هنا مكتوب country code number، رقم أو رمز البلد. نجي للإيميل أدرس، أنا كتبت هذا الإيميل اختياريا، رامي مثلا وميلادك أو أي رقم وياه @gmail.com. هنا أنا نجي للأهم اللي هو لازم أنت تحفظه ما تغير به، يقول why are you interested in our school. نجي نقول هنا ننتبه للي مكتوب، I'm interested in your school، أنا مهتم بمدرستكم، because I learned، لأنه أنا أتعلم أو تعلمت that you have، أو أنا أخبرت بأنه that you have a good staff، بأنه عندكم كادر متميز أو كادر جيد in English and computer، بالإنجليزية والحاسوب. أنا هذا الشيء أرغب له ولهذا انتميت لكم. بعد in fact، بالحقيقة I want، أنا أريد أو أرغب to improve، لتحسين my English، لتحسين اللغة الإنجليزية مالتي، and my school، my computer skills، ومهاراتي الحاسوبية. In addition to، بالإضافة إلى هذا الشيء، to that your classes، بين صفوفكم اللي أنتم مرتبيها are small، هي صغيرة، and also the location، والموقع المدرسة of your school، موقع مدرستكم is really suitable for me، هو جدا ملائم بالنسبة إلي، يعني بمعنى قريب عن المركز النادي اللي أنا أجي أروح له، قريب عن الجيم اللي أنا أروح له، قريب عن بيتي، قريب عن مكان عملي، المهم بأنه هو ملائم أو قريب عن الساحة السيارات اللي أنا أوصل لها. فلهذا أجد بأنه كل الشغلات اللي أنا أريدها واللي أريد أفرغ وقت إلها أجدها بمدرسة مالتكم أو المعهد مالتكم. So هنا أنا هذا موضوع الإنشاء لوحدة اليونت الأول اللي مطالبين بحفظه. So at this moment I'll farewell you and say goodbye.